أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من أصداء اليوم في أبرز عناوينها. أصدقاء اليمن يلتزمون بالدعم ويطالبون بتنفيذ المبادرة، ومواجهات بين معتصمي التحرير وقوات الأمن. أهلا بكم. إذن البداية من الرياض، حيث عقد اليوم اجتماع أصدقاء اليمن، مشهد سبقه حديث دعم للاقتصاد اليمني. 44 دولة ومنظمة دولية شاركوا في أعمال الاجتماع. محللون سياسيون يقيمون الاجتماع بين مدى التزام تلك الأطراف بدعم الاقتصاد ومدى تأثير ذلك الدعم على المسار السياسي، حيث أكدت بعض المصادر غير الرسمية في الاجتماع أن ضخ الدعم لإنعاش الاقتصاد اليمني يرتبط بمدى التزام الأطراف السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية. البيان الصادر عن اجتماع أصدقاء اليمن رسم الرؤى لمسار مشهد الدعم بكل أبعاده. معاذ منصر تابع المؤتمر وأعد التقرير التالي. جولة جديدة للحكومة اليمنية في سبيل البحث عن الدعم الاقتصادي للبلاد. أصدقاء اليمن في اجتماعهم الوزاري الثالث اليوم في الرياض أكدوا دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن. 4 مليارات دولار تعهد أصدقاء اليمن بتقديمها لدعم التحول الديمقراطي في البلاد وفي مجال التنمية التي تشملها الخطة الانتقالية المطروحة على مدى سنتين بناء على أولويات متفق عليها، حيث يشار إلى أن 3,250,000,000 دولار من الدعم ستقدمه المملكة العربية السعودية. مؤتمر أصدقاء اليمن الذي يشارك فيه 42 دولة ومنظمة رحب بالتزام الحكومة اليمنية بالعملية السياسية الناتجة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وفي بيانهم الختامي أكد أصدقاء اليمن على أهمية الجهود المبذولة حاليا لدعم حكومة اليمن في معالجتها لمسائل القوى العاملة والبطالة ومكافحة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مشيرين إلى موافقتهم على تبني خطوات ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بحلول الاجتماع الوزاري المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2012. المنظمة الإنسانية العاملة في اليمن أكدت أن 10 ملايين يمني يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أطفال مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. فاليمن اليوم بحاجة إلى تحرك جدي وفعلي في مسألة إنقاذ هؤلاء الناس من الجوع والموت. جميع هنا في اليمن يتمنى ويتفائل بالدعم الذي أعلن عن تقديمه اليوم في الرياض من قبل أصدقاء اليمن، وعلى أن يكون ملموسا على أرض الواقع في وقت قصير. بعض المراقبين يعلقون على هذا الدعم ويقولون بأنه ليس بالكبير، وأن كل دول الخليج التي ترعى المبادرة الخليجية لم تقدم الدعم اللازم والمفترض، ولكن في كل الأحوال يعتبر مؤتمر اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو أمن واستقرار اليمن. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. من الرياض ينضم إلينا الدكتور أيمن حبيب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية. دكتور أيمن مساء الخير، أهلا بك في أصداء اليوم. اليوم في الرياض عقد اجتماع أصدقاء اليمن، وقفوا على مجمل القضايا اليمنية وتعهدوا بالدعم، لكن الاجتماع هو الثالث لم يرى اليمنيون غير الوعود باستثناء الدعم السعودي المقدر ب3.25 مليار. كيف تقيمون الاجتماع وهذه الوعود؟ لا شك أن انعقاد الاجتماع وفي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يؤكد جدية التوجه والتصميم الأكيد على ضرورة دعم الأشقاء في اليمن، وأن تقوم الجهات المعنية في رعاية هذا الاجتماع الذي يجسد ويعبر عن العلاقة الحقيقية بين اليمن ومجموعة أصدقائه. فهذا تأكيد جازم بالرغبة الجادة في دعم اليمن، لكن
ربما لأن الاجتماع الثالث يعني تطرق لبعض المواضيع، وكون الاجتماعات السابقة لم تنتهي يعني إلى بلورة يعني الاتفاق النهائي، فقد يكون هذا الذي يعني أدى إلى يعني عدم متابعة الإخوة اليمنيين أو تلمسهم لأي نتائج فعالة ومثمرة. لا أعتقد يعني أن أحد يمكن أن يقدم في الوقت الراهن ترك الأشقاء اليمنيين بمفردهم بعد الأزمة الطاحنة التي مرت بها اليمن، ولا أحد أيضا يعني يمكن أن يعني يتخلى عن دوره وواجبه تجاه الأشقاء في اليمن. وبعض الدول كما تعلم لها ارتباطات ولها التزامات ثنائية مع اليمن كالمملكة العربية السعودية مثلا عبر مجلس التنسيق السعودي اليمني المشترك. غير 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 العلاقات الثنائية والالتزامات الثنائية، المملكة في اجتماع أصدقاء اليمن واليوم كما هو معروف تقدمت بثلاثة مليارات وربع مليار كما قلنا، أيضا تعهدت ب 277 مليون ريال سعودي للكهرباء، يعني أنها تقوم بالدور الداعم للمشاريع في اليمن. دول مجلس التعاون الخليجي البقية أين هي من كل ذلك؟ يعني هذا السؤال يعني حقيقة مشروع وفي مكانه الطبيعي، لكن يعني حقيقة من المفترض أن الأخوة في الخليج هم الذين يجيبون على هذا السؤال، وإن كان يعني هناك يعني من تعليق فلا لا لا نشكك في جدية الأخوان والأشقاء في الخليج ولا نقلل من شأن اهتمامهم وحماسهم. ربما هم ينتظرون انتهاء والفروق من بعض الآليات. أما بالنسبة لموقف المملكة وتواصلها الدائم مع اليمن فهو فعلا يعني علاقة ثنائية استثنائية تحتل هذا النوع من يعني تكثف الاهتمام يعني تقديم المبادرة تلو الأخرى، لأن استقرار الأوضاع في اليمن وإن يعني يعني تمكن الأشقاء اليمنيين من أن يواصلوا يعني مسيرة حياتهم اليومية بأقل قدر ممكن من العناء يعني أمر يعنينا كثيرا هنا في المملكة ويعني بدون شك القيادة السعودية. الاجتماع في حد ذاته يعني يؤكد الجدية ويؤكد الرغبة، ولكن يعني على اليمن أيضا أن يتواصل مع الآليات والطرق التي تمكن من متابعة التنفيذ الأشقاء أصدقاء اليمن. هذه النقطة دكتور أيمن حبيب بالتحديد، ربط الدعم بتنفيذ المبادرة الخليجية كما جاء في البيان. الكثير من المحللين يقولون أن ذلك لا يتوافق مع متطلبات الواقع في اليمن، يجب انعاش الاقتصاد. لا يتوافق مع ماذا؟ عفوا ما سمعتك. مع ما يجب أن يكون عليه الحال في اليمن الآن، يجب انعاش الاقتصاد أولا، ومن ثم يطالب الناس بأن يتجهوا نحو العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من الآلية للمبادرة الخليجية. والله هو استقرار الأوضاع في اليمن لا شك أنه سيكون خطوة ارتكاز أساسية لطمأنة كل الشركاء الحقيقيين والصادقين مع اليمن، وفي نفس الوقت يؤكد جدية الأشقاء اليمنيين على تجاوز الاختلالات الكثيرة التي مرت بها البلاد في غضون السنة الماضية. ويعني التداخل مع الملف السياسي او الملف الامني او الملفات الاخرى من شانها ان تعكس يعني مزيدا من الاستقرار ومزيدا من الجذب الاقتصادي سواء للاصدقاء اليمن او لغيرهم، وهذا هو الملف الاهم من وجهه نظري. كلما عجل الاخوه اليمنيين بتسويه الاوضاع و
تحقيق مفهوم الاستقرار واستتباب الأمن، كل ما كان ذلك أدعى بالتعجيل أيضا بالدعم التحالفات الاقتصادية وتسريع حركة البناء والنماء التي تعطلت كثيرا وكثيرا في إبان التي مرت بها اليمن خلال السنة الماضية. أشكرك جزيلا من الرياض رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الدكتور أيمن حبيب. ينضم إلينا حول نفس الموضوع الدكتور فؤاد الصلاحي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور فؤاد مساء الخير. اليوم في أصدقاء اليمن، مؤتمر أصدقاء اليمن، البيان الرئاسي أكد كل أشكال الدعم، أن كل أشكال الدعم يجب أن تقدم وفقا لما يقدمه اليمن من تنفيذ للمبادرة الخليجية. كيف تقيمون ذلك الاجتماع ونتائجه وهذا الربط؟ مساء الخير. أولا أتصور أنه الاجتماع أصدقاء اليمن في الرياض خطوة إيجابية في إطار الدعم الترتيبات السياسية المرتبطة بالمبادرة التي استهدفت إنهاء الأزمة السياسية كما تصورونهم. ولكن الإيجابية في هذا اللقاء أن على الأقل هناك اهتمام، لا شك أنه جيد وإيجابي، بالأزمة الاقتصادية والترابط بين الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبالتالي فحل الإشكالية الاقتصادية يكون مدخلا لكثير من حل القضايا السياسية في البلد. وأتصور أن المسكوت عنه في هذا الاتفاق أن كثير من دول مجلس التعاون لم تعلن عن مبادراتها المالية وحجم المساعدات، وهذه قضية بالغة الأهمية، إما لأنهم منتظرين ما ستعمله الحكومة اليمنية في خطواتها العملية الجادة ونجاحها في هذا الشأن، أو أن لديهم ملاحظات على الترتيبات السياسية التي انفردت بها السعودية، وهذا أمر معروف، خاصة وأن الدول الأخرى في مجلس التعاون هي لديها ملاحظة على الدور السعودي داخل مجلس التعاون نفسه، وكما حصل في الاجتماع الأخير الذي كان مقرر أن يكون فيه اتحاد بين الدول. ومن ثم نحن إزاء تحدي ما يهمنا في اليمن، تحدي أمام الحكومة اليمنية أن تثبت بأنها قادرة على إنجاز مشاريع عملانية داخل اليمن تحقق انتعاشا اقتصاديا من ناحية ودعم للاستقرار السياسي حتى يطمئن المانحون من دول الجوار أو من هل الأطراف العالمية. بالفعل ذلك ربط في البيان الرئاسي وطلبت به الحكومة اليمنية، طلبت به الأطراف السياسية المعنية في اليمن. هل الأطراف السياسية مؤهلة لأن تقوم بكل ذلك لاستحقاق الدعم القادم؟ أنا أتصور أنه باليمن، أنا على المستوى الشخصي أقول أتمنى على حكومة الوفاق أن تقوم بهذا الدور وأن تنجح، لكن عمليا وواقعيا لا أشك لحظة بأنهم غير قادرون، حكومة غير قادرة على أن تكون فاعلة في هذا المجال حتى اللحظة. وهنا قضية بالغة الأهمية، هل تعلم أخي العزيز والمشاهدون بأنه لا يوجد نموذج للسياسات الاقتصادية المتبعة في اليمن؟ ما هي السياسة التي نتبعها في اليمن؟ هل نتبع سياسة اقتصاد السوق وفقا للنموذج الغربي؟ هل نتبع الاقتصاد وفقا للملك العام للدولة؟ ما هي السياسة الاقتصادية التي نعتمدها؟ لا يوجد حتى لحظة تصور للحكومة، ليست هذه بل حتى الحكومة السابقة. ومن ثم فإن المشكلات الاقتصادية مثل الفقر، البطالة، وجود مشكلات اجتماعية مرتبطة بأطفال الشوارع، هنا 35,000 طفل شارع في اليمن، أمراض التسول، قضايا التسول، قضايا البطالة من المتعلمين وليس من القوى العاملة غير المتعلمة. هل تستطيع الدولة أن تقدم رؤية اقتصادية ناجحة وواقعية وفقا لظروفنا؟ أنا أتصور إذا ما نجحت الدولة بس الحكومة بأن تقدم دراسة علمية واقعية لهذا الشأن ستقنع المانحين والممولين، هذه نقطة. النقطة الثانية أن الآخرون في خارج اليمن يريدون خطوات ملموسة في الجانب السياسي وخاصة في الجانب الأمني والعسكري حتى يطمئنوا إلى سلامة النهج الحكومي في اليمن، وأنا أتمنى على الرئيس هادي وعلى حكومته أن يحققوا خطوات لأنهم الآن على المعك، وهذه فرصة تاريخية لليمن. إذا لم تنجح الدولة في وضع تحقيق نجاح سياسي واقتصادي فإن الموقف الإقليمي والدولي سيكون معاقبا لليمن في المرحلة القادمة ولن نستطيع أن نعطل اليوم. دكتور فؤاد، ما صدر عن البيان ليس دعما خلال أيام أو أشهر اجتماع أصدقاء اليمن، بل أكد على استمرار الدعم طوال الفترة أو طوال المرحلة الانتقالية. كيف تفهمون هذه النقطة بالتحديد مع متطلبات المرحلة الانتقالية بكل تكاليفها وتناقضاتها السياسية وأزماتها التي هي جميعنا يعرفها؟
لي الخليجيون كما البنك الدولي كما أمريكا قالوا بيدعمون حتى نهاية الفترة، ولكن هذا هناك إجراءات مشروطة لهذا الدعم، هناك مراجعة كل 3 أشهر لي على مستوى التخطيط، على مستوى التنفيذ، على مستوى الإجراءات، على مستوى الإنجاز. إذا لم يكن هنالك تحقيقا كل 3 أشهر سيتخذون قرارات أو عقوبات بعدم تسليم المنح المالية، لأنه لن يدفعوا لنا حصص مالية متكاملة بل جزئيا في كل مرحلة جزء معين من المشروع. وهنا أقول أن الكرة في ملعب الحكومة اليمنية والنظام السياسي في اليمن، إذا يستطيع إقناع الآخرين بجدية عمله بدوره الوطني بتحقيق إنجازات على مستوى الواقع، وهنا لا يجب أن نرضي الآخرين، يجب أن نرضي كمان المواطن في الداخل. هل بالفعل هنالك قدرة الحكومة بأن تتعامل مع مشكلة زي الكهرباء؟ أنا أتصور حتى المبلغ اللي قدموه للخليج للكهرباء قليل جدا. نحن باليمن نحتاج إلى تصورنا إلى 5000 ميجاوات لكي تغطي الريف والحضر وتكون قادرة على استيعاب المصانع والعملية التصنيعية القادمة. أما ما هو سيد الآن فهذا أمر لا يبعث على التفاعل في ملاك استثمار جيد. على هذا الأساس أنا أتمنى أن الحكومة تستفيد من الأكاديميين من الخبراء، الخبرات العربية والخبرات الإسلامية زي ماليزيا والخبرات أي كانت في العالم، لأنهم أمام معك لابد وأن تنجح الحكومة والنظام في الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي وأن نقنع العالم بأننا محل ثقة. وهذا المؤتمر هو اختبار لنوايا الحكومة ولسياستها العملانية على أرض الواقع. إما أن تستطيع الحكومة أن تستثمر، أن تضع خطة للاستثمار، وهنا قضية بلغت الأهمية، هل الفلوس هذه حتى تنفق في مشاريع استثمارية إنتاجية أم على إنفاق استهلاكي؟ الحكومة أن تنفق في مشاريع استثمارية مدرة للدخل ومدرة لفرص وتخلق فرص عمل وتشكل قيمة مضافة للدخل الوطني وللمجتمع بشكل عام. أشكرك جزيلا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فؤاد الصلاحي. رؤية لهوية جنوبية أعلن إشهارها اليوم الأربعاء بالمجلس التنسيقي لقوى الثورة الجنوبية نحو معالجة الأزمة الوطنية وحل القضية الجنوبية بما يلبي طموحات أبنائها، ويمهد لأرضية ملائمة لبناء دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية والشراكة الفاعلة. فعالية الإشهار أعدها عبد الله الكبودي. حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي طموحات أبناء الجنوب ويمهد أرضية ملائمة لبناء دولة مدنية حديثة على أساس الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الفعلية في السلطة والثروة والحيلولة دون أن تستأثر بها جهة دون أخرى، هي من أبرز منطلقات مؤتمر إشهار مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية الذي عقد اليوم بحدن. هذه يعني من البوادر يعني في حل القضية الجنوبية باتفاق كل قوى ومكونات الثورة، وذلك يدل دلالة عميقة على تمسك هذه القوى بالوحدة الوطنية وبالوحدة اليمنية. كون هذا الاجتماع التأسيسي ملتقى التنسيق لهذه القوى أتى يعني محاذيا لاحتفال الوطن اليمن الحبيب بالعيد 22 للوحدة المباركة. المؤتمر ضم في تكويناته مختلف أطياف العمل الثوري الجنوبي من مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية التي توصف بطرحها العقلاني لحل القضية الجنوبية بلغة غير متشنجة من منطلق لا ضرر ولا إضرار. وقد غابت عن مكون هذا المجلس قوى الحراك الجنوبية. نقول لهم جميعا إن إخوانكم شباب الثورة في مكونات الثورة الشبابية السلمية في الجنوب ما زالوا يمدون أيديهم إليكم. المؤتمر خرج بجملة من التوصيات كان من أبرزها تكليف الهيئة التنفيذية المنتخبة بإعداد مشروع الرؤية الثورية لحل القضية الجنوبية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة المجلس في مؤتمر الحوار الوطني القادم وتقديم الرؤى الناجعة للقضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وفق السياق الوطني. عبد الله محمد الكبودي لبرنامج أصداء اليوم. كنا من المفترض أن نتواصل مع عبد القوي رشاد رئيس مجلس التنسيق، لكن في الفترة الأخيرة لم يجب على الهاتف. إذن ننتقل إلى موضوع آخر ومن عدن إلى صنعاء.
حيث المعتصمون في ميدان التحرير من أنصار المؤتمر الشعبي العام كان لهم اليوم مشهد بين المطالبة بالاستحقاقات المالية والصدامات مع رجال الأمن، ليسقط على إثر ذلك قتيل وعدد من الجرحى. التقرير التالي يسلط الضوء على تلك الاشتباكات، أعده مختار الرهبي. ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع الشارع الرئيسي لميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، فقد قامت مجامع من المعتصمين المؤيدين للمؤتمر الشعبي العام في مخيم ميدان التحرير بقطع الشارع الرئيسي للمطالبة بمستحقات مالية لم يستلموها منذ أسابيع بحسب ما جاء على لسان أحدهم، لكن قوات الأمن التابعة لقسم شرطة جميل جمال القريبة من مكان الحادث حاولت تفريقهم مستخدمة العيرة النارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين وإصابة أفراد من الأمن بجروح مختلفة بعد صدامات استخدمت فيها الحجارة من قبل المعتصمين الموالين للمؤتمر. تطورت الأحداث مع قيام المعتصمين بمحاصرة قسم الشرطة محاولين اقتحامه، لكن تدخل فرقة مكافحة الشغب منعت ذلك وقامت بتفريقهم، وهو الذي حال دون مزيد من الصدامات وسقوط مركز الشرطة بأيدي المعتصمين. تأتي هذه الحادثة بعد عدة حوادث مشابهة سقط على إثرها جرحى وقتلى على خلفية مطالبة بمستحقاتهم المالية التي اعتادوا على استلامها منذ بداية الاعتصامات من قبل قياداتهم التي قال البعض عنها أنها لا تفي بالتزاماتها تجاه اعتصامهم. يتزامن هذا الحادث مع إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام مطلع الأسبوع الماضي رفع اعتصاماته في التحرير وفي مدينة الثورة الرياضية، وهو ما أثار حفيظة كثيرا من أولئك المعتصمين وكذلك بعض القيادات الحزبية المنتمية لتيار الصقور في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرى أن بقاء مظاهر المعتصمين الموالين للمؤتمر تظل ورقة أمام المشهد الثوري في ساحة التغيير. مختار الرحبي لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا رئيس اللجنة الإعلامية لمخيم التحرير فارس الصليحي. فارس مساء الخير. ليست المرة الأولى كما سمعنا في التقرير التي يقوم بها المعتصمون في مخيمكم بقطع الطريق، اليوم تجدد قطع الطريق، لماذا يقطع الطريق من قبل المعتصمين في مخيمكم؟ أولا أخي العزيز، لا صحة للأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الخارجية حول وجود قتيل. الذي حصل هنالك أن تعددت بعض الجماعات كما هو سائد الآن أن من له مطلب يلجأ إلى الشارع لأجل الحصول على مطالب هي المشروعة. هؤلاء يا أخي العزيز همشوا، تم تهمشهم كليا وتم إقصاءهم كليا وتم أيضا قطع عليهم المأكل والمشرب والغذاء. بالأمس يعني طلبوا أيضا الاجتماع وطلب منهم أن يتم التوقيع أو التعهد بأن يرتفعوا مقابل أن يستلموا المستحقات التي يعني يعجز المرء أو يستحي المرء عن ذكرها، وهي بواقع 500 قرش يعني في اليوم. الذي حصل أن هؤلاء قالوا لهم كان نحن لا مطالب مشروعات كما أولئك إخواننا في ساحة الجامعة الذين تم عسكرة منهم وتجنيد منهم وحل مشاكلهم الخاصة على كيف نرتفع. فعندما قبلوا بهذا التعسف من قبل القائمين على هذه المخيمات لجأوا اليوم مجموعة بسيطة طبعا إلى الشارع وحاولوا قطع الشارع لأجل الضغط للحصول على مطالبهم المشروعة، إلا أن طرف آخر تدخل بعد أن أقبلت مجموعة من القسم لفتح الخط، مجموعة أخرى يعني أو طرف ثالث أراد إثارة الوضع وتفاقمت حينما دخل بعض العناصر إلى ميدان التحرير وقاموا بإزالة بعض صور الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وحينما خرجت يعني الذين متواجدين في المخيمات قيل لهم أن هنالك توجيهات عليا لإزالة صور المخلوع وأن هذا مكان ورمز للدولة ويجب أن تزال هذه الصور. وحينما تدخلت عناصر هذه العناصر اللي كانت في المخيمات، هذه العناصر الذي أزالت الصور هربت إلى مكان الحدث حينما أرادت عناصر الأمن تفريق أولئك. حصل نوع من الاستنفار في لدى عناصر الأمن حينما شاهدوا مجاميع كبيرة خرجت من ميدان التحرير إليهم وتمت إطلاق نار في الهواء، وبعد ذلك يعني في الهراوات وبالعصي اشتبكوا وأحدهم كانت إصابته بليغة وخطيرة. صاح البعض أن الأمن قتل أحد هؤلاء المرابطين، خرجت بعد ذلك المخيمات عن بكرة أبيها وذهبوا إلى قسم القسم يطالبون بالقتلة. في الوقت نفسه يعني بعد اشتبكت وحصلت إطلاق نار كثير استمر أكثر من نصف ساعة، بعدها أقبلت قوات مكافحة الشغب بقوة كبيرة وبحوالي 10 أطقم وتدخل المشايخ اقنعوا هؤلاء ان ذلك لا يوجد قتيل.
وان كلها اكاذيب وان هنالك طرف فارس الصليحي. نعم فارس، انا من اول احاول ان استفسر منك بعض المعلومات. انت تتحدث عن مطالب مشروعه، ما هي المطالب المشروعه في حين قاموا بمحاصرة قسم الشرطة؟ هكذا هي الأخبار أنهم قاموا بقسم محاصرة قسم الشرطة. الأنباء المطالب المشروعة التي تتحدث عنها هي من المؤتمر الشعبي العام الذي يعتصمون لصالحه وليس من الشعب ولا حتى من الشارع. لماذا اللجوء إلى الشارع مرة أخرى؟ يا أخي العزيز قلت لك هذه ظاهرة الآن سيئة للأسف تفشت في المجتمع اليمني، أن كل من له مطلب يذهب إلى الشارع، وهذا يجب على الحكومة والجهات المعنية الحد من هذه الظاهرة. الذي حصل عندما خرجوا إلى القسم، عندما صاحت مجاميع وأشخاص على أن رجال القسم قاموا بقتل أحد المعتصمين الذي كان مرميا على الأرض، لم تستطع حتى تكاد أن تقوم بإسعافه. بعد ذلك تدخلت النجدة وقامت بإسعاف النجدة. بالمناسبة النجدة دخولها إلى المخيم، في المخيم صور الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو الرجل الثاني طبعا في المؤتمر الشعبي العام ليست موجودة أصلا، ما زال إلى الآن ترفع صور الرئيس السابق وكأنه هو الرئيس الحالي. أليس من واجب النجدة أن تقوم بفرض على الأقل فرض الواجب؟ يا عزيزي وجود الصورة من عدمها لا تأثر شيء، يعني هؤلاء بعضهم عوام وبعضهم يعني مشايخ وقبول يعتقدون على أن هذا وفاء وشعار يجب أن يبقى لهم، لأنهم هؤلاء مرابطين أكثر من سنة ونصف. المآسي الآن أن المؤتمر نفسه يعني للأسف همش هؤلاء الشرفاء، وأصبحوا الآن في نظر بعض قيادة المؤتمر على أنهم عبارة عن شوية شحاتين، يعني مع الأسف الشديد حتى قاطعين عليهم المأكل والمشرف، وتم تهميشهم وأصبحوا الآن رعاة بلا قائد. يعني مجرد ما يستدعيهم أحد أنه حصل شيء الكل يهب يعني للحدث. قبلها بأيام كان قد طيب المؤتمر إحنا. المؤتمر أخيرا فارس أريدك أن تختم لو سمحت باختصار. القيادات المؤتمرية أكثر من قيادة مؤتمرية، حتى أنت كنت معي قبل أيام وكلكم تعهدتم أو قلتم بأن الاعتصامات سترفع، إلى الآن لم ترفع، إلى الآن زادت المشاكل، من المسؤول عن استمرار هؤلاء؟ يا عزيزي مخيمات عصر تم صرف مستحقاتهم، قلت لك التي يستحيل المرء أن نذكرها بواقع 500 قرن. نعم. تم تشكيل لجنة لتمثيلهم، طبعا هم ومخيمات الملعب الثورة، تم تشكيل لجنة يثقون بهم لتمثيلهم أمام الحكومة للوفاء. طيب الآن ليس لدي الكثير من الوقت، من المسؤول عن استمرار اعتصام التحرير والذي لا يصرف لهم المستحقات؟ المؤتمر، قيادة في المؤتمر الشعبي العام الذين للأسف الشديد قاولوا هؤلاء بمليارات. يعني الآن نسمع أن المليارات صرفت على هؤلاء دون أن ندري لمن ومن الذي استلمها ومن وراءها. نعم أشكرك فارس الصليحي رئيس اللجنة الإعلامية في مخيم التحرير التابع للمؤتمر الشعبي العام. فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أصداء اليوم كان حاضرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. تناول المؤتمر الصحفي العديد من القضايا وشهد ما يعكس التعبير. محمد النقيب حضر المؤتمر الصحفي وأعد التقرير التالي. نحن عامل أساسي من عوامل الإرهاب في خطاباتنا، يحذر الجندي، لكن ما إن أنهى حديثه الذي ركز على هذا الجانب حتى نودي بالقول ومن أبرز الصحفيين الحاضرين: إن لمؤتمرك الصحفي الأسبوعي عادة إرهابية قوامها كثير من العاطلين عن الانتماء إلى أي مهنة إلا ملء الكراسي والانتفاخ شتما وتخوينا لكل حضور صحفي حقيقي. سايا حمود اسحار وأبدأ في رأس الحقوق وفجاه لكن الإرهاب داخل قاعات مؤتمرك الصحفي، لا يمكن لأحد أن يبين أحد وإلا أوقفنا المؤتمر الصحفي. إذا يعني شوفوا كيف إحنا هنا يعني مؤتمر مفتوح كلنا إخوان. يا سيد أنا تعرف تفضل يا حمود هذا أكبر ولأن سياسات القوى المتصارعة في اليمن تراهن دائما على ضعف ذاكرة الشعب، لذلك تعيد إنتاج نفسها، فإن اليمنيين يحتاجون إلى من يلعب دور المذكر لهم. هل يفعلها الجندي بدلا من ختام مسيرته السياسية ناطقا باسم حزب كان شريكا في كل ما مضى؟ قضية الجنوبية، اعترافنا بالقضية الجنوبية هو بمثابة
اعتراف بأن الجنوبيين ظلموا خلال فترة زمنية محددة، وأن هذه القضية متروكة للحوار السياسي الذي نتفق فيه على رفع كل المظالم وإجراء مصالحة وطنية يستفيد منها الجميع، ولا تضر يعني لا تكون موجهة ضد أحد ولا تستهدف أحد. هذه المصالحة سوف تكون بند من بنود الحوار. الجندي في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم ناطقا باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبر عن خشيته من الإساءة للفترة الانتقالية كما أسيء لسابقها. أنا أخشى على الفترة الانتقالية الحالية من أن يساء استغلالها كما حدث في الفترة الانتقالية السابقة، وأن تكون ما بعد الفترة الانتقالية بداية جديدة لحرب جديدة ومعترك جديد وتصفيات جديدة. يعني لا نريد أن نكرر أخطاء الأمس، وخصوصا في قضايا تتصل بالوحدة وبالديمقراطية وبحرية الصحافة وبحقوق الإنسان. أما عن هوية منفذ العملية الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من الجنود، فليس ما لدى الجندي سوى معلومة واحدة، أنه كان سجين في جهاز الأمن السياسي وتم إطلاق سراحه. هذا الانتحاري حسب المعلومات التي نشرتها اليمن اليوم يقال بأنه أمير الدين الورثي. أمير الدين هذا كان عضوا في التجمع اليمني للإصلاح، كان مسجونا في الأمن السياسي، أخرج ضمن جماعة طارق الفضلي، ومن أخرجه هو اللواء يعني اللواء علي محسن صالح بهذه القائمة، كان مسجون في الأمن السياسي فأخرج بوساطة من اللواء. ينبه الجندي من محاولات تسعى لتوظيف الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، ويقول إن اليمن بحاجة إلى تهدئة إعلامية وسياسية، وليكن أن الرجل قد بدأ التهدئة لكن على سالفه الذي لا يبدي التزاما بما يقول كغيره من القيادات السياسية الناطقة بظاهرة إعلامية. انتقموا من عبد الجندي بواسطة أخوه. يا سلطان العتواني راقب الله على صاحبك، أنا ناصري مثلك، ما كلف الله عليك يعني كلم عبد الله دحالي مسك أخوه. يا أخي اشتد خذوا مكتب الزراعة، خذوها بالتفاهم بالحوار، ولا تأخذوها بهذا الأسلوب. جننتم الرجال، يعني حركة واسعة كل يوم عبد الله الجندي وأنتم يا أخو البحري يعني البلطجي رحال، إيش هذا الكلام؟ لا أحد يمل من حديث الجندي وفي مؤتمراته الصحفية، لكن هناك من يعكر تلك المؤتمرات بالتهجم على كل صحفي يطرح سؤالا صحفيا لا يعبر عن مواقفهم. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. يبقى معنا الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفاء الأستاذ عبد الجندي. أستاذ عبدو أهلا بك في أصداء اليوم. المنفذ العملية الإرهابية التي تبنتها تنظيم القاعدة وأدت إلى مقتل استشهاد أكثر من 100 من جنودنا الأبطال وجرح أكثر من 200، كشفتم بأنه كان سجين في الأمن السياسي عاد إلى الأمن المركزي بهذه البساطة، كان سجين وتحول بكل بساطة إلى جندي في الأمن المركزي بدون أي تحفظ عليه. اولا الكلام ليس دقيقا، يعني يا رب ما تكون يعني تراشق صحافة. نحن فعلا يعني حصلنا على هذه المعلومة ودققنا فيها ورسلتها يعني صحيفة اليمن اليوم، لكن بلغني ايضا الان في اتصالات هاتفية وايضا ان هذا الشخص يعني نفى ان يكون له علاقة بهذا الحادث في صحيفة الاولى. فإذا كان فعلا يعني الاسم ورد في الصحافة ونحن تناولنا بهذا الشكل، يعني نحن نعتذر ونأسف لأنه ليس له علاقة. الغرض فعلا يعني أنه حتى الآن المعلومات التي تداولها الصحافة تكون أحيانا فيها إساءة لأشخاص، فنحن لم نأتي به يعني لأول مرة، ولكن كان قد نشر في وسائل الإعلام. يعني وانت فعلا يعني موقفه الاخير يعني هو الموقف الصح، ونحن نأسف له لانه اوردنا. جميل الاعتراف بهذه النقطه. بقيت نقاط اخرى اذا كان هناك اعتراف في المؤتمر الصحفي وفي حين الوطن والمؤتمر على وجه التحديد ايضا يحتاج إلى قراءة نقدية لتجاوز المشهد. ما زلتم تهاجمون، تقولون أن الاشتراكي كان معطل للمرحلة الانتقالية للوحدة، الإصلاح هو المعطل لتنفيذ المبادرة الخليجية،
المؤتمر متى سيخرج من هذا المشهد، مشهد الاتهامات، ويقول عن نفسه أو يحمل نفسه ما يقوم به حتى يمكن تجاوز المرحلة؟ طبعا واضح يعني من كلامي بأنه نحن في تجاه، يعني أنا طرح تجاه الوحدة، تجاه الديمقراطية، تجاه الإرهاب، يجب أن يكون الموقف واحد، ولا نحاول توظيفها السياسي لأن هذا توظيف رخيص، وبالتالي تستفيد منه مثل هذه القوى ولا يستفيد منه أي طرف من الأطراف، لأنه هذا يعني يدل بأنه نحن لم نكن صادقين مع توقيعنا على المبادرة وعلى الآلية، وقلت بأن هذا موجه لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية. صحيح أن نحن يعني نشير إلى المشترك، لكن ليس بلغة الاتهام، وإنما بلغة أنهم يريدوا أن يستفيدوا من هذا ويركزوا خطابهم على الرئيس السابق وعلى أولاد الرئيس السابق. يعني أشرنا أيضا إلى أنه البيان الذي صدر عنه يعني لم يكن يعني منصفا، لم يدين الإرهاب، ولكن أدان السلطة، وأيضا يعني فيه بو اتهامات يعني واضحة وبالنية بأن هناك حتى تفريط بالسيادة. يعني مثل هذه القضايا هي من باب ردود الأفعال. يعني نحن تكلمت باسم حزب هو شريك في المبادرة الخليجية، ولا أنزله أيضا منزلة المقدسين. بالتأكيد كل طرف يقول أنه حق والآخر على خطأ، لكن الخطأ لابد أن يكون مشترك. ولا قلت أنه في المرحلة الانتقالية الأولى حدثت سباقات، وكان يمكن يعني أنه لو اتفقوا على أساس الرؤية الواحد، وكان مطروح يعني بأنه شكل حقني تنظيم سياسي من كل الأطراف ويبقى يحكم فترة أطول. طيب، لكن كان في سباق كل طرف يحسبه. طيب، وصلت الفكرة. نعم. سؤال أخير فيما يتعلق بمؤتمركم الصحفي، ومدى إمكانية استمرار المؤتمر الصحفي في حين الكثير من المراسلين، خاصة المراسلين للقنوات الإخبارية الكبيرة والعربية والعالمية، يتعرضون لمضايقات ويقولون بأن المؤتمر الصحفي الآن يهتم بموضوع شغل الكراسي حتى ممن هم خارج المهنة أصلا؟ أنا اليوم كنت واضح وقلت بأنه أنا شخصيا يعني أدين كل محاولة من هذا القبيل، وقلنا بأن المؤتمر هو مفتوح لكل الآراء وليس حكرا على طرف معين، وإن من يريد أن يوجد مشاكل داخل المؤتمر مهما كان يعني عنده حق أو من باب رد الفعل، إلا أنه فعلا هذا يسيء لنا نحن في المؤتمر الصحفي. وأيضا اعتذرت للأخ حمود، وزعلوا مني الآخرين وقالوا بأنه أنت يعني تحاول فعلا بأنه تلقي يعني تؤيد حمود عندما يقول أنه فيه إرهاب داخل القاعة وما حصلش، كل ما في الأمر أنه حصلت كلمات وكان في رد فعل عليها. لكن أنا يعني شخصيا أحرص بأن أتعامل مع المعارضة يعني تعامل خاص، وبالتالي أحيانا نقسو أيضا على من هم محسوبين على المؤتمر الشعبي العام، ولأنه الهدف هو أن يكون هذا المؤتمر يعني مفتوح لكل الأراء. اليوم حتى يعني كتبت رسالة عن السعيدة وعن وعن وعن، قلت لهم أنا لن أتكلم عن السعيدة ولن أتكلم عن يعني كل من يحضر إلى هنا، فعلا أنا أحترم السعيدة وخطها خط معقول ومقبول، وكذلك إذا كانت القنوات الحكومية أيضا يعني ما اهتمت بالعالي، يعني هذا لا يعني بأنه هذه رغبة للقائمين عليها، قد يكون عندهم توقيات، لكنني لا أستطيع فعلا أن أهاجم أي قناة من القنوات. وبالنسبة للآخرين أنا في الحقيقة يعني أحرص، وكما تعلم أنت باستمرار، بأنه أنا أعامل الأخ حمود بن نصر معاملة خاصة لأنه ناصري، مش لأنه ناصري والله، لأنه يمثل قناة فضائية نحن بحاجة. لا أنا 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 أمزح معك أستاذ عبد الله، لأنك في إحدى المؤتمرات هذا عامل يعني في ويد في رياح في ما بيننا، لكن حقيقة أنا يعني أتعامل معه كما أتعامل مع غراب وكما أتعامل مع أي واحد، لكن هم يبرروا أنه النواحي الأمنية، وقد قلنا اليوم بعد هو ما خرج يعني انه هذه القاعه مفتوحه لكل الناس، والذي بيعمل مشاكل يعني لسنا بحاجه فعلا الى مشاكل. نعم، اشكرك استاذ عبده. نعم، طبعا الاستاذ حمود منصر معروف هو من اهم الصحفيين اليمنيين، ويشغل الكثير او هو مرجع للكثير من الاخبار والصحافه سواء في اليمن او خارج اليمن. اشكرك جزيلا الاستاذ عبد الجنادي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام. الى اخر ملف في اصداء اليوم والى قضيه اللاجئين، فقضيه اللاجئين من دول الجوار هجرة تتم بشكل غير شرعي تحمل الكثير من الإشكاليات والأعباء على الواقع اليمني. نتابع.
لا تزال المعاناة ترافق الإنسان الصومالي أينما ذهب، فالإنسان الصومالي يظل بين المخاطر والمتاعب والآلام سواء كان مقيما في بلاده أو مهاجرا إلى بلد آخر، وتكتمل المعاناة عند صعوده أول قارب لتبدأ رحلة المجهول، لتبدأ بعد ذلك معاناة جديدة تتناقلها الألسن وتسرد فيها الحكايات. اليمن البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقع على معاهدة عام 1951 للاجئين وبروتوكول عام 1967، وهي المعاهدة التي بموجبها تم اعتبار أي صومالي يدخل اليمن لاجئ وما سوى ذلك يعتبر مهاجر غير شرعيا. كان العام 2011 أسوأ عام بالنسبة لزيادة عدد المهاجرين واللاجئين والنازحين، حيث وصل إلى أرض اليمن 103,000 لاجئ ومهاجر و50,000 في الربع الأول من العام الجاري بحسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكن إحصاءات غير رسمية تفيد بأن الرقم يقترب من ضعف ما ذكر. لعل الأوضاع السياسية التي حصلت في اليمن خلال العام الماضي والانفلات الأمني كان هو البيئة المناسبة لتدفق هذه الأعداد الهائلة التي وصلت دون تنسيق واستيعاب بين الحكومة والمنظمات العاملة في حقل اللاجئين. لكن كثيرا من اليمنيين يشكون من انتشار المشاكل الأمنية واتساع نطاق قضايا السرقات والاعتداءات التي يقف وراءها أفارقة ومهاجرون، ولا يزال هاجس الإرهاب وانضمام بعض الصوماليين إلى أنصار الشريعة يضاعف من عملية استيعابهم ودمجهم في إطار المجتمع، في حين أكد كثيرا من اللاجئين الصوماليين الذين يقطنون أحياء في العاصمة صنعاء أنهم ليسوا مرتبطين لا بالقاعدة ولا بمشاريع أخرى. وهذه إشاعات استخدمها بعض السياسيين نكاية بأطراف أخرى، وقالوا أنهم لن يقابلوا المعروف بالإساءة وأن كرم الشعب اليمني لن يقابل بالشر وأنهم سيحافظون على مكانتهم بين أبناء الشعب اليمني. من جانب آخر، عقد السيد يعقوب الحلو المدير الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مؤتمرا صحفيا تناول فيه أوضاع اللاجئين الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقال في المؤتمر الصحفي أنه ينعقد في وقت عصيب واليمن يمر بمشاكل وهموم، ويأتي قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن المزمع عقده خلال الشهر الجاري. وأشاد السيد يعقوب الحلو بكرم الشعب اليمني وقال أن اليمن قوة إنسانية عظيمة، وكرم اليمن لابد أن يتم دعمه من قبل الدول المانحة وكذلك من دول الخليج، وأكد أن المفوضية لا تزال تحتاج إلى الدعم والمساندة. يستمر المهاجرون بالتدفق المخيف على بلد يفتقد أبناءه لكثير من الرعاية، فمع كل يوم جديد سيكون هناك أعداد جديدة تنتظر العبور إلى سواحل اليمن. مختار الرحبي لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا مساعد الشؤون الإعلامية لشؤون اللاجئين الأستاذ زيد العلاية. أستاذ زيد مساء الخير. اليمن تتعرض لهجرة غير شرعية أخذت تتزايد من قبل الصوماليين الأفارقة بشكل عام، إثيوبيين وغيرهم، كيف تتعاطى المفوضية مع خطورة ذلك المشهد على بلد مثل اليمن؟ أولا أخي الكريم، باسم المفوضية، المفوضية المتحدة لشؤون اللاجئين دائما في مناسبات عديدة تشكر اليمن على حسن ضيافتها وكرمها مع اللاجئين، والمفوضية لديها شركاء تنفيذيين ولديها مكاتب في عمران وفي حرب وفي عدن وفي صنعاء من أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وهناك أيضا مراكز استقبال المفوضية فيها شريك أساسي ودعم أساسي لاستقبال اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. لكن الملاحظ أن الصوماليين نحن نعرف أن هناك مراكز إيواء وهناك كما تقول مكاتب للتنسيق معهم، الكثير منهم الآن إما في الشوارع أو في بعض الأعمال أو حتى بعضهم يتسولون، آخرون يمشون في الطرقات يبحثون عن الهجرة من مكان إلى آخر، دور المفوضية في ذلك؟ دور المفوضية الحماية بشكل أساسي والإغاثة والخدمات الإنسانية. اللاجئون والمرافق الحضرية في صنعاء وعدن يحصلون على عدد من الخدمات مثل الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية وبرنامج غذائي لطلاب المدارس والمساعدة والتمثيل القانوني وأنشطة الدعم. هذا فيما يتعلق بالدور تجاه هؤلاء اللاجئين، الدور تجاه الدولة المستضيفة خاصة إذا كانت فقيرة مثل اليمن. نعم، المفوضية دائما في أكثر من مناسبة تقول أن زيادة المساعدة الإنسانية لليمن مهمة، ولا يجب أن يتم أخذ كرم ضيافة وحسن الاستقبال من اليمن كشيء مسلم به. والسيد يعقوب الحلو في زيارته الأخيرة تحدث أن دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالاحتياجات الإنسانية في اليمن وتقديم الدعم الكامل لليمن من أجل أن تتمكن اليمن كبلد مضيف من الاستجابة إلى طلبات الجزء.
جديدة بحسب التزايد في عدد اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى اليمن. هناك أيضا أن المفوضية تعمل أيضا مع الحكومة اليمنية، تقدم أيضا للحكومة اليمنية دعم فني فيما يتعلق ببناء القدرات، فيما يتعلق بالتدريب. أشكرك. وزارة الحكومة للتعامل مع اللاجئين بشكل مؤثر وفعال. مساعد الشؤون الإعلامية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زيد العلاية، أشكرك جزيلا والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من أصداء اليوم. كالعادة يمكنكم متابعة بثنا الحي من خلال العنوان الظاهر على الشاشة www.saida.tv.com أو من خلال صفحاتنا الرسمية في فيسبوك ويوتيوب. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.